الحفظ بارك الله فيكم ليس فقط أن تمسك حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طور ماء في البحر هو طور ماء والحل ميتته انتهى الأمر. لا، هذه الخطوة الأولى من الحفظ. أنت عندما تردد هذا الحديث مثلا مرتين ثلاث أربع عشرة خلاص تحفظه، لكن في اليوم الثاني تجد نفسك قد نسيت كل شيء. لذلك الحفظ يحتاج إلى كثرة تكرار، تكرر 20-30 مرة 40 حسب ما ييسر الله لك من وقت، كرر، وعلى قدر ما تكرر على قدر ما يرسخ محفوظك. في اليوم الثاني عندما تريد أن تبدأ قبل أن تبدأ ابدأ من البداية وكرر، ثم ابدأ بمحفوظك الجديد، وهكذا في كل يوم. راجع في الصباح راجع مرة، وفي المساء راجع مرة، واليوم الثاني راجع من الأول إلى النهاية ثم ابدأ من جديد، وهكذا. هكذا في عندك تكرار، تفرق الأوقات حتى لا تمل. هكذا يكون الحفظ. وإيش حجتنا نحن؟ دعوتنا بماذا تكون؟ بالكتاب والسنة. فأنت بحاجة إلى أن تحفظ أدلة الكتاب والسنة. ربما في بداية الطلب لا تشعر بأهمية هذا، لكن بعدين لما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك وتدرس أو تفتي ستعلم أهمية هذا الأمر. ومن لم يتمكن من الحفظ يكثر من القراءة. قد نفعنا الله بهذه الطريقة كثيرا، وقد سمعتها أو قرأتها لأحد العلماء وجزاه الله خيرا، نفعنا بها كثيرا. ربما كتاب لا تقوى على حفظه، أو لا يكون عندك من الوقت ما يسع لحفظه، تكثر من القراءة فيه، لا مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين.